لمزيد من التعليق والتحليل إذن بشأن تطورات الأزمة في سوريا في ظل قصف مطار التنف، معنا هاتفيا الخبير السياسي والعسكري السوري من مدينة الريحانة أديب العليوي، حياكم الله. إذن استهداف هجوم بطائرة مسيرة ليلة أمس قاعدة التنف التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى أي مدى ترى أن هذا الهجوم يعني يمثل ضربة جديدة لنفوذ أمريكا في سوريا؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة ما أراه اليوم أن إيران في وضع الحقيقة مضغوط جدا، وخاصة بعد القصف الذي تم على التيفور وعلى بعض القواعد العسكرية للميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة، واستهداف الطائرة المسيرة بشكل خاص في مطار تيفور، مما أسفر عن انتقال الطائرات المسيرة باتجاه مطار الشعيرات واتجاه مطار الحمدان في داخل الأراضي السورية. أعتقد أن هذه ضربة انتقامية، ودعني أقول أنها حركة سياسية عسكرية. بمعنى آخر، أن الضغوطات التي يعني تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على إيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، يعني هذه الضغوطات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حاولت إيران أن تهرب بها بحركة إلى الأمام من خلال قصف قاعدة التنف اليوم بخمس طائرات، طائرتين من الأراضي السورية وثلاث طائرات من الأراضي العراقية. وبالتالي أنا أقول هذه حركة هروب إلى الأمام من قبل إيران، هي كانت يعني على محورين، المحور الأول هو سياسي من أجل الضغوط التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المفاوضات النووي، والشق العسكري هو انتقاما لما قامت به بعض الطائرات في قصف قاعدة تيفور منذ أيام. نعم. طيب ما تفسيرك لعدم تسمية الأمريكان الفعل بوضوح؟ يعني المسؤولون الأمريكون وصفوا هذا الهجوم بأنه يعني مخطط ومدروس، ولكن لم يحددوا الجهة، مع العلم أنها يعني واضحة للجميع. يا سيدي الكريم، هو مخطط ومدروس، وما تقول به الولايات المتحدة الأمريكية والبيان الذي صدر هو حقيقة، بمعنى النتائج التي ظهرت على هذا القصف والذي لم يسفر عن شيء سوى عن ضرب لبعض يعني الأبنية التي يعني لم يقتل أي عنصر أمريكي بريطاني أو أمريكي أو حتى من المتواجدين في هذه القاعدة، لم يقتل أحد. وبالتالي أنا أقول أنه مكشوف. بمعنى آخر، أنا أعتقد يعني حسب التحليل يعني لهذه الضربة، هو استدراج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، استدراج من القاعدة البريطانية لما تقوم به إيران، بمعنى أنها مكشوف ما خططت به إيران وتركتها حتى تقوم بهذا. وبالتالي الآن يعني إيران هي تحت المرمى الأمريكي وتحت المرمى البريطاني، يعني بمعنى آخر أن ما خططت له إيران كان مكشوفا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مسبقا، وبالتالي لم يسفر عن أي نتائج تذكر في قاعدة التنف. ولكن هذا التطور، يعني كيف تفسر أو تصف غض الطرف الأمريكي عن نقل طائرات، كما ذكرتم قبل قليل، نقل طائرات مسيرة إيرانية من العراق إلى مطار الحمدان قرب دير الزور بعد قصف مطار تيفور؟ يعني كيف تسمح أمريكا هذه الطائرات، كما تعلم يعني لديها بعض الدقة في إصاباتها؟ يا سيدي، هي الطائرات الإيرانية المسيرة الآن ليس لديها الدقة الكافية، وبالتالي حتى قصف قاعدة التنف في الليلة الماضية بخمس طائرات مسيرة، لو كانت تمتلك الدقة لما كانت هناك خمس طائرات يعني تقدمت باتجاه قاعدة التنف. ولذلك الإيرانيين اليوم يستخدمون الطائرات المسيرة يعني من أجل نقل الحقيقة يعني المخدرات وما حصل اليوم في الأردن، لأن طائرة مسيرة نقلت كمية كبيرة من المخدرات داخل الأراضي الأردنية، هو أكبر مثال على أن إيران اليوم تحاول أن تستخدم الطائرات المسيرة من أجل نقل المخدرات وليس من أجل نقل المتفجرات، وخاصة وأن إيران أصبحت من الدول المتخلفة في الطيران المسير بعدما ظهر من الطيران التركي وغيره من التقدم الهائل الذي حصل في الآونة الأخيرة. من مدينة الريحانة السيد أديب العليوي الخبير السياسي والعسكري السوري، شكرا جزيلا لكم.